والله انت دلوقتي بقيت من الناس الكبار اللي في الفرقة، بقى ليك دور مختلف. يعني ولا كابتن، يمكن الواحد على قد ما بيقدر، يمكن يعني لو قدر يساعد زمايله في اي حاجه، طبعا ده اللي بعمله الفتره اللي فاتت دي. يعني يمكن الواحد اتغير، يمكن انت عارف حاجه، السنين اللي فاتت كنت دايما بلعب فمش مركز في حاجات كتير، لكن دلوقتي بقت يعني قبل ما اروح كل ماتش ببقى ال 11 لعيب اللي بيلعبوا بعض يعني اتكلم معاهم، لان قريبين مني بقت ليا ادوار كده مختلفه. فالواحد يعني مبسوط يعني بالحاجات دي كلها، يمكن غيرتني الاحسن. يعني يمكن في ناس كتير كانت بتقعد مثلا تقول لي اصلا انت يعني انت ما بتشاركش وبتلعبش، وقلت لهم يعني بس انا باين ان انت مبسوط، باين ان انت فرحان. ما انا حكيت انا اصلا اصل يعني انا مش فرحان ليه؟ مش مبسوط ليه؟ يعني اصلا الفرحه دي بتيجي لينا كلنا. وانا يمكن بطولتين افريقيا اللي خدتهم دول في 7 شهور، يمكن كابتن خطيب امبارح بتصور معاه في المطار بيقول لي انت خدت كام بطوله لحد دلوقتي؟ قلت له يا كابتن انا بقالي 7 شهور ولا سنه ونص يا كابتن، خدت 2 افريقيا في 7 شهور بسم الله ما شاء الله، وفي سنه ونص الحمد لله بتاع 5 6 بطولات. يعني يعني الواحد ما كانش يحلم بالبطولات دي خالص يعني. وحتى لو ما شاركتش يعني كفايه ان انا مثلا لابس شيرت النادي الاهلي، هو مش كلام تزويق ولا حاجه، يمكن الواحد حلم ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. فانت كل ما يعني تنام تصحى تاخد بطوله، فهتلاقيها فين دي؟ مش في اي نادي في العالم يعني. فالواحد مبسوط يعني البطولات ديت، ولو شاركت دقيقه يعني بالنسبه لك فرحان. ده بالنسبه لي لحد لما الفرصه تيجي ان شاء الله. بس هي دي اللقطه اللي كنتوا بتتكلموا فيها اعتقد كابتن خالد في المطار بعد الكاس. هي معلش المطارات بقت فاضيه دلوقتي كتير، بس براحتنا براحتنا يعني. بس لا في مش في القاهره دي بره. قال لك ايه هنا؟ قال لك خدت كام بطوله. هي دي اللقطه يعني. بسم الله ما شاء الله، قال لك اهو مبروك وتمام. استرق عسل. استرق بقى عسل جدا بقى. استرق جميل لذيذ قوي. لا شخصيه محترمه. امبارح لما اتصورت مع كابتن خطيب فراح قال لي بقول لك ايه، انا عشان اتصورت بالكاس معاه بقى، قول له انت نتصور واحده سيلفي. عشان كابتن خطيب كان عايز اللعيبه تتصور بالكاس يعني. انت عارف كابتن خطيب دايما بيخلي اللعيبه تفرح وتبسط وهو يعني بيقعد يعني. يمكن كابتن خطيب يعني من الشخصيات اللي الواحد بجد اتعامل معاها محترم جدا وكويس جدا، وما بيسيبناش لحظه. يمكن مش انا بس، كابتن سامي وشريف كل اللعيبه وكل الناس يعني لو في اي حاجه بيروحوا له على طول. يعني دوره معانا كبير جدا جدا يعني، بنرتاح لما يكون معانا في السفرات بصراحه. وش حلو علينا كده. وش حلو علينا. بيدي طبعا الفرقه ثقه ويدينا طبعا اطمئنان ويدينا دعم قوي جدا يعني، لان هو ما بقاش معانا مجرد اللي هو معانا بس، هو معانا في كل الاوقات، في التدريب وفي الاكل، في ساعات بيتكلم مع اللعيبه على في المحاضرات، او كل واحد مثلا بصفه شخصيه بيدي سبورت كبير جدا للجهاز. احنا دايما بنبص له اللي هو حاجه كبيره جدا يعني. يمكن اللقطه اللي انت بتشوفها دي كل البعثه اتصورت، كل البعثه يعني، وبتتكرر كل مره يعني. لو كل مره هو معانا بيبقى كل واحد عاوز يتصور معاه، كل واحد عاوز يعني يوثق الوقت ده بالظبط يعني. لان الكابتن واحد من الناس المؤثرة مش في مصر بس يعني، يمكن احنا بنشوف في العالم لما كل البلاد اللي احنا بنروحها ما شاء الله يعني. هو ربنا مديله حاجة، ربنا يديمها عليه يعني. حب الناس دي حاجة بتاعت ربنا يعني، فهو يستحق كده يعني، ويستحق المكان اللي هو فيها، ويستحق النجاحات دي كلها، لأنه هو اتحمل برضو كتير جدا. واحد من الناس اللي استحملت حاجات كتيرة جدا يعني على المستوى